أن النشيدة الأولى تتكلم عن نعمة الإسلام، وهذه النعمة العظيمة التي رزقنا الله سبحانه وتعالى إياها، وإلا فغيرنا يتيه في الشوارع ويتيه في المراقص وفي الخمارات، ونحن الحمد لله نغرق في هذه النعمة ولا نشعر بها. The first nasheed Shaykh is going to read before us is it actually talks about the blessing of Islam, like Mawlana Muhammad Murtada was mentioning earlier. And this is a blessing. He's saying that, you know, we are basically drowning in, and it's such a great blessing that you don't realize, and which Allah subhanahu wa ta'ala has given to me and you, and he's left millions of people out there who are roaming, like he said, in the pubs and clubs and the rest of these unlawful items. هي التي سنجدها وسنراها حقا عيانا يوم القيامة، وإلا هؤلاء الذين يجتمعون في الشوارع يجتمعون في كل مكان تنتهي دنياهم بموتهم خلاص. She's just saying that this sitting that we are in now and these gatherings, this is what we'll see on the day of judgment. As for those people who gather on the streets and do other things, their amusement and their happiness and joy will finish as soon as they die. هذه النشيدة إذا قلت هكذا تقولون الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شيخ حسين in this nasheed there's a chorus where he says الحمد لله الحمد لله. So when he says, when he gestures like this with his hand, then he wants you to join in and say الحمد لله as well. Okay. الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله. لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. من أسلم يسلم وبالجنة يغنم من أسلم يسلم وبالجنة يغنم ومن يكفر سيندم وفي النار سيحطم. أعوذ بالله أعوذ بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله. لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله. الطير ترنم والموج تلاطم الطير ترنم والموج تلاطم فالخالق صمم وما كان فقد تم. الحمد لله الحمد لله. Again. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله. لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.